هذا واجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد ميخائيل يندلزا وزير خارجية جورجيا، وذلك على هامش أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأعرب معالي وزير الخارجية عن تطلع مملكة البحرين إلى توطيد العلاقات والارتقاء بمستويات التعاون مع جورجيا المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. من جانبه أكد معالي السيد ميخائيل يندلزا حرص جورجيا على تنمية علاقاتها مع مملكة البحرين والانتقال بعلاقات التعاون الثنائي إلى مراحل أكثر تطورا، منوها بما تشهده المملكة من تقدم في مختلف المجالات. وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.